أحلى 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 صباح، حياكم الله وبياكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه النقوش طيرت عقلي، هاي فيلا ديستي في منطقة تيفولي خارج روما، في ضواحي روما، فيلا ما أدري كم، 40 غرفة، ما هذه طبعا عمرها 530 إلى 560 سنة هاي الفيلا. كان يملكها أحد النبلاء، وطبعا كل حد يورث عن الثاني، وصارت متحف ومزار سياحي كبير جدا. شوفوا كيف كم بصور، الله ما تعرف شو تصور. هذه أعتقد غرفة الأطفال. صبحكم الله بالخير مرة ثانية من حديقة فيلا ديستي ضواحي روما. هذه الفيلا العجيبة أنا أقدر أسميها قصر مصقر، وبنلف معاكم هالحديقة الجميلة الأكثر من جميلة. شوفوا بالله عليكم، نواصل. مثل ما قلت لكم عمر الفيلا تقريبا 540 سنة، وحاليا متحف للزيارة. تستحق يعني بصراحة هالفيلا هاي اللي في روما لا يطوفها. الدخول الكبير 18 يورو، في موقف سيارات هنا تدفع 2 يورو شيء 3 يورو حسب الوقت اللي انت بتبغيه في الخارج. يريدتم مشغلين النافورة. نواصل تصويرنا. يا رب أشجار السنطرة.
ونواصل تصويرنا. الطريق إلى السماء، شوف الانعكاسات، لاحظوا أنواع الأشجار. هاي تميز بها إيطاليا بعض الأنواع. يا رب، هذا عرس مو بنافورة. هذه القرف من الداخل، هذه النقوش الرسومات. غرف عديدة عديدة، كل دور ما أدري كم غرفة فيه. هذه الفيلا من الخارج، هذا المبنى، المدخل على اليسار، محلات إذا تبغى تشتري. هذا المسمى فيلا ديستي، المدخل هناك، في بعض شو المطاعم والمقاهي. هذه ساحة للجلوس، موقف السيارات. المدينة ما فيها شيء، المدينة ما فيها شيء،
لكن هذيك الشلال وهذه هاي الفيلا ما فيها يعني مثل ما تقولون شارع مشاة شيء ما فيها. هذه الساحة بس جدا مثل ما تشوفون عادية. هذا الغوص شوفوا شكل الأشجار، شوفوا المطل هني، الفيلا مبناية على مرتفع على تل، تشوفون المنظر. هذا من الخارج، يا الله يا هوا بارد جميل جدا منعش، يا ليت هذا الهوا في الصيف. هاي إطلالة الفيلا. حياكم الله وبياكم. هذه المنطقة اسمها تيفولي، هذه خارج روما 25 كيلومتر تقريبا إلى 30 كيلومتر. هذه فيها فيلا مشهورة اسمها فيلا ديستي، عبارة عن قصر مصقر. بس أنا جيت أزور هذه هذا النهر الشلال اللي قريب منها وبرجع بروح للفيلا أزور الفيلا إذا مفتوحة. هذا الوادي كبير فيه عدة شلالات، لكن المشكلة مقفلين البيبان كلها، ما نقدر ندخل أي مكان أي منطقة. خارج روما 25 كيلومتر تقريبا شرق من الشرق تيفولي. هاي باركينج السيارات جنبها.